بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. محاضرات التحليلات العددية لكتشر 4 عندنا موضوع الروت وفكويشن. اليوم الأحد 17/5 نزلت لكم الفيديو قبل شوية الخاص بالموضوع اللي هو روت وفكويشن اللي هو هذا من صفحة 21 لحد صفحة 29، وبالنهاية اكو عندنا هوم ورك. روت اوف كويشن اللي مقصود به هي جذور المعادلات، جذور المعادلات اللي كنا قبل نحل المعادلة بالتجربة او بالدستور. بالنسبة للمعادلات هسه اذا جتنا معادلات ما ممكن حلها بالطرق القديمة، شلون نحلها؟ عندنا 5 طرق للحل. الاولى البي سكشن ميثود، ثانية لينير انتربوليشن ميثود، نيوتن رافسون ميثود، سيكانت ميثود، دايركت اتريشن ميثود. عندنا 5 طرق لايجاد الجذور. انا سويت لكم 2 فيديوهات اليوم. الفيديو الاول اللي هو اي بفقط طريقتين، اللي هن البي سكشن ميثود هي طريقة التنصيف، وطريقة اللينير انتربوليشن ميثود طريقة التقريب الخطي. والفيديو الثاني اللي هو هذا بي 3 طرق، نيوتن رافسون ميثود وسيكانت ميثود، هذا طريقة القاطع، وهذا الدايركت اتريشن ميثود الطريقة الخامسة. هسه نبدي بهذه اللي هن طريقتين، عندنا بي سكشن ميثود ولينر انتربوليشن ميثود. اول مرة خلنا نعرف احنا ايش جاي نسوي وشنو الفائدة من الموضوع. جذور المعادلات، مثلا اذا عندي اني هسه معادلة مثلا اكس ناقص 1 تساوي 0، هسه قيمة اكس هذا اريد نرسمها، شنو نقول؟ نقول اكس واي، الواي اللي يمثل اكس ناقص 1، من تكون الاكس قيمتها 0 الواي قيمتها ناقص 1، نعوض هنا 0 ناقص 1. من تكون الواي قيمتها 1 راح يصير الاكس 1 راح يصير 0، من راح يصير هاي 2 ايش قد راح يصير؟ قيمة الواي 1. زين من تكون ناقص 1 راح تكون ناقص 2. من نجي نرسم هذه الدالة بسيطة، احنا ايش قلنا؟ الاكس 0 هاي ايش قد؟ ناقص 1، هاي ناقص 1، هاي النقطة ناقص 1. بالواحد الاكس قيمتها 0، بالاثنين قيمتها 1، هاي الواحد. بالناقص 1 اللي هو هذا الناقص 1 ايش قد قيمتها؟ ناقص 2، هاي. فرسم الدالة هو راح يكون بهالشكل هذا، مو هيك شي؟ اذا هي تقطع السينات بالنقطة ايش قد؟ هذا يعتبر جذر عندما تكون الاكس قيمتها 1. احنا محاضرتنا اليوم راح نطلع جذور المعادلات. جذور المعادلات يعني شو وقت تقطع بحوار السينات. احنا قبل كنا نحل المعادلة مثلا اكس تربيع زائد 5 اكس مو هيجي زائد 6 تساوي 0. عشان كنا نحلها قبل نقول قوسين اكس باكس منه، وهذا 3 باثنين واثنين هن زائد مو هيج، فهنا الاكس يساوي لنا ناقص 2، وهنا الاكس ايش قد؟ ناقص 3. اذا ذني جذرين فيهن سالبات مو هيج لهذه المعادلة بطريقة التجربة. ومن يكون هنا رقم عندنا مثلا 7 او 13 او اي رقم هنا ما نقدر نحل بالتجربة، نحل بيه من بالدستور. زين هذا الحكي، وهذا الحكي قبل. من تكون المعادلة اكس تكعيب زائد مجموعة ارقام، هاي كنا نحلها بالتجزئة وناخذ جذر ونسوي قسمة طويلة. المهم من يصير اكس 4 ما ندري شلون تصير اكس 5. هسه احنا اليوم راح نتعلم نحل كل هاي الجذور، وايضا مثلا دالة بهالشكل هذا اي تو اكس، خلينا نقول ناقص 6
تساوي زيرو. هذه هاي بعد ما تفيدني لا تجربة ولا غير تجربة. شو نحل هيج دوال مثلا اكس ساين اكس مو ناقص لين اكس تساوي لنا فد رقم هنا مثل ستة. شو نطلع جذور هيجي نوع من المعادلات. راح نتعلم اليوم بين الطرق مالتنا الخمسة. طبعا هنا هواية طرق بس احنا راح ناخذ خمس طرق نحل بيه. زين هسه قبل ما نبدي عندي شغلتين مهمات. مرات تجينا معادلة مثلا اكس عفوا مثلا اكس ساين اكس فنقول تساوي لي واحد، فهم نريد ارسمها اخذ اكس وواي. طبعا هذا الواحد راح نعبره لهنا راح يصير قيمة الواي هي اكس ساين اكس ناقص واحد. من اخذ الاكس صفر هذا راح يصفر يصير ناقص واحد الواي. من اخذ الاكس واحد فهناك واحد راح يتعوض وهنا ساين الواحد. هنا مو اكو نظام ديجري واكو نظام راديانت، فهنا هذا لازم تحولها الواحد لداخل الساين. فحتى نخلص من هاي وما ننساها شو نسوي؟ نحول حاسبة اصلا مو هاي الحاسبة، هذا نظام ديجري هذا نظام الراديان. انت شوف الحاسبة مالتك شلون تشتغل، يعني هذا بالموت تلقاها تحول الحاسب للراديان. من تحول للراديان بعد ما عنده مشكلة، مثلا اكس قيمته واحد تصير واحد في ساين واحد ماكو مشكلة بعد ما تحول هذا يطلع ياخذ قيمته الحقيقية 0.84 بعد ما تحول. فإنا لازم شو نسوي؟ نحول من الديجري للراديان. والأرقام العادية هم ما عندها مشكلة بالراديان، يعني مثلا 2 زائد 5 يساوي 7 باقي الأرقام نفسها. فأنت بامتحان التحليلات شو تسوي؟ تحول النظام للديجري للراديان، لأن إذا تبقى ترى على الديجري ما راح لازم تحول داخل الساين. هذه النقطة رقم واحد اللي المفروض احنا نعرفها. نقطة رقم اثنين شنو؟ مرات المعادلة بها أكثر من جذر. مثلا شلون؟ مثلا اكسوس أربعة ناقص ثلاثة اكس تكعيب ناقص اثنين اكس تربيع وهيجي زائد ان اكس هنقول ناقص 11 تساوي صفر. كل ما يزداد الباور مال الاكس يزداد عدد الجذور، يعني المعادلة اللي بها اكس قبل شوية ناقص واحد تساوي صفر بها جذر واحد لان الباور مال الاكس هي واحدة. من تكون اثنين راح يصير جذرين، من تكون ثلاثة ثلاث جذور، من تكون اربعة اربع جذور. احنا المطلوب ايجاد جذور المعادلات. شلون نطلع الجذر؟ الجذر الاستخراج لازم شو نسوي؟ نحصر ضمن فترة من الأول، مثلا الجذر محصور بين الثلاثة وبين الأربعة. هذه الثلاثة نعوضها بالدالة يطلع مثلا قيمة الدالة اللي هي هاي الفوق، من نعوض مكان كل اكس ثلاثة تطلع لنا مثلا قيمة سالبة، من نعوض الأربعة بالدالة تطلع لنا الاف مال الأربعة تطلع لنا قيمة موجبة. الجذر هو محصور بين السالب وبين الموجب، فالفترة اللي تحددها انت بين رقم وبرقم المفروض قيمة الدالة هنا تكون سالبة أو موجبة، يعني مختلفات، إذا هاي سالبة هاي موجبة وإذا هاي موجبة هاي سالبة. هذا تحديد الفترة اللي محصور بها جذر، لأن هنا أنا عندي أكثر من جذر، يعني لازم كل جذر نحدد له فترة وين هو موجود بها. راح نشوف بالأمثلة شلون. هاي واحد. اثنين، مرات المطلوب لو أنا أعطيك الفترة هذه وأنا ما أسويها هاي ما أعطي الفترة، مو لأن هذا أعطيت فترة صار سهل، لو أنت طلع الفترة بس شو أقول لك؟ أنا هسه مثلا هاي مو بها أربع جذور، أربع جذور، أكو جذر هنا وأكو جذر هنا، فنقول بعيد، وأكو جذر هنا مثلا وهنا، مرات يكون واحد سالب وثلاثة موجب. أو بالعكس، المهم لنفرض هيجي. هذا اسمه أصغر جذر
موجب، وهذا أكبر جذر موجب. يعني من أقول لك أوجد أصغر جذر موجب اللي تاخذه قريب من الصفر، والأكبر جذر موجب البعيد من الصفر، بالسالب بالعكس، هذا أكبر جذر سالب وهذا أصغر جذر سالب، مو هيجي؟ هذا أكبر جذر سالب، هذا أصغر جذر سالب، هذا شنو شو اسمه، هذا أصغر جذر موجب، هذا أكبر جذر موجب، حتى تحدد أنت وين. يعني بين القريبات تحصرهم بين مثلا الصفر، تبدي بيها من البداية، أول مرة تأخذ الصفر مثلا طلع موجب، من تأخذ الواحد إذا طلع موجب بعد هذا ما أحتاجه، من أخذ الاثنين طلع موجب هذا ما أحتاجه، أخذ الثلاثة طلع سالب، صارت الفترة من اثنين لثلاثة. شنو طلع؟ طلع يعني تروح تعوضه بالدالة وطلع قيمة الدالة موجبة لو سالبة، هيك تحدد الفترة. لازم تنتبه أن الفترة هذا اللي حددتها أنت تحتوي على جذر واحد مو جذرين، لأن إذا تحتوي على جذرين راح ما يطلع شيء. هذا النقطتين مهمات قبل ما نبدي المفروض تعرف. نبدي توكل على الله طريقة التنصيف اللي هي البي سكشن ميثود، هذه خلي نشوف شلون. مثلا احنا عندنا دالة، هذه الدالة، هاي دالة، تقطع محور الاكس اكسس بنقطة ما ندري بيها وين، احنا نريد نطلعها قيمتها. اول شي نحصرها بفترة، فترة مثلا تبدي من اكس اي الى اكس بي، هذا الحكي راح نعبر عنه بالارقام كله بعدين، من اكس اي الى اكس بي. هسه قلنا بداية الفترة بنعوضها بالدالة، لازم يكون المختلفات، هذه اف اوف اي اللي هي مقصود بها اف اوف اكس اي قيمتها سالبة تحت المحور اكس اكسس، من نعوض الاكس بي شي يطلع المفروض تطلع موجبة، هذه الاف اوف بي. زين، هذه النقطة اللي هي راح تمثل اكس، هي تمثل جذر. هسه نبدا الخطوة الأولى، شنو نقول طريقة التنصيف، نجمع هذه زائد هذه، يعني اكس اي تنصيف بالنص يعني، والاكس بي على اثنين تساوي لنا اكس سي. هسه جمعنا هذا وهذا طلعت لنا مثلا هنا الاكس سي، يعني الرسم مو شغل، هذا الرسم مسوركم اياه. فالاكس سي طلعت لي هنا، نعوضها بوين؟ بالدالة. ايش راح تطلع؟ تطلع قيمة الدالة هي الاف اوف اكس سي، مو هذا القيمة اذا صفر نتوقف ونعتبر الاكس سي هو جذر، بس اذا مو صفر راح نستمر. خلصت الخطوة الاولى، راح نبدأ بالخطوة الثانية. الخطوة الثانية ايش راح يصير؟ الجذر لازم يكون محصور بين الموجب والسالب، هذا سالب قيمة الدالة، هذا موجب، إذن الجذر من اكس سي الى اكس اي، مو هنا، هاي تهمل بعد المنطقة لأن هذا اثنين الموجبات ما بيها جذر. هسه الخطوة الثانية نجمع الاكس سي زائد الاكس اي ونقسمهم على اثنين، راح تطلع الاكس سي جديدة، هاي مال الخطوة الثانية، نعوضها بالفاكشن، طلعت لنا الاف اوف سي مال الخطوة الثانية. تساوي صفر تساوي صفر، ما تساوي صفر نروح للخطوة رقم ثلاثة، تكون محصورة بين من بين الموجب وبين السالب، يعني هذه راح تروح بعد اثنين سالبات، هذه ناقص قيمة الدالة، هنا قيمة الدالة موجبة، نجمعهم ونقسمهم على اثنين راح يطلع لي هنا، هاي بنعوضها بالدالة تطلع لي الاف اوف سي، وين صار الصفر قيمتها، اذا نتوقف وطلعت لنا قيمة اكس سي مال الخطوة مثلا الثالثة او الرابعة، وين ما نوصل. هذه طرق ايجاد الجذر، هذا الحكي اللي سولفته شلون نعبر عنه بالحال، شو نسوي؟ نبدأ نمسحها كلها.
احنا هنا هذا انا راسم لكم الرسم. عندنا مثال طبعا هذا لان كم خطوه لان شلون تكتب البرنامج. هذا اللي تساوي لنا لو زائد الثانيه اف اوف سي يساوي لنا اف اوف سي يساوي لنا صفر. ولان اذا لاني اكبر تروح للروت. المهم احنا نجي find the root of the equation. عندي معادله قيمتها اكس تكعيب زائد 4 اكس تربيع. طبعا حتى لو تعرف تحلها بالطرق القديمه انت لازم تحل بالطريقه اللي يريدها من عندك. هذا تساوي لنا اف اوف اكس. اريد اطلع الجذور. هاي كم جذر بيها؟ بيها 3 جذور لان بيها اكس تكعيب. هو ايش قايل؟ اوجد الجذر بالفتره من 1 ل 2. منطينا الفتره من 1 الى 2. اول شيء قيمه الاكس اي هي 1. هاي صارت قيمه اكس بي ايش قال قيمتها 2. راح نروح نعوض الاكس اي والاكس بي بالداله حتى نطلع اف اوف اي واف اوف بي. اف اوف اي شو تساوي؟ 1 تكعيب زائد 4 في 1 تربيع ناقص 10. ما هي شيء 1 و4 5 5 و10 ناقص 5. هذا قيمة من الاف اوف سالب بالاثنين يعني راح تطلع لي الاف اوف بي اللي هي 1 2 تكعيب زائد 4 في 2 تربيع يعني هم 4 ناقص 10. 2 تكعيب زائد 4 في 4 ناقص 10 تطلع لنا 14. هذه موجبة وهذه سالبة إذا بيناتهم جذر. هاي الخطوة بالبداية اللي حددنا بها قيمتهم اثنينهم. هسه نبدأ شلون نحل جدول. لازم نبدأ نسوي جدول اللي هو هذا. جدول يكون بهالشكل هذا. هذا الإيتريشن. هذا قيمة الأكس أي وهذه قيمة الأكس بي وهذه قيمة الأكس سي وهذه f of x c. خطوة رقم 1 اللي هي بالبداية عندي هذه 1 الفترة مالتي وهاي 2. 1 زائد 2 على 2 هي 1.5. هنا شوف ذن الإشارات الفوق. هنا من كان 1 قيمة الدالة جيت ناقص 5 مو؟ فنخلي إشارة سالب فوق. هذه الإشارة يعني شكلية بس انت حتى تفتهم السالفة شنو. ان كانت 1.5 عوضناها بالدالة نخلي موجب فوق. ليش لان طلعت 14؟ لا هاي الناقص هاي الزائد هذا نمسحها بعدنا ما ندري زائد لو ناقص. من عوضنا 1 طلع لي ناقص 5. من عوضنا 2 طلعت ليش قد؟ طلعت لنا 14 اذا موجبة. هسه نعوض 1.5 وين نعوضها بمن؟ بالفاكشن. الفاكشن هي ايش قد؟ اكس تكعيب مو هيجي اللي هي هنا موجودة اكس تكعيب ناقص وين هالدالة؟ اكس تكعيب زائد 4 اكس تربيع ناقص 10 زائد 4 اكس تربيع ناقص 10. هذه هي الاف اوف اكس. هسه نعوض 1.5 تصير 1.5 تكعيب زائد 4 في 1.5 تربيع ناقص 10 حتى نطلع الاف اوف سي. نشوف تساوي صفر لو لا. احنا من نعوضها بالمعادلة تطلع لنا 2.375. زين هسه اذا نروح الحاسبة وهي شي 1.5
نقول 1.5 تكعيب، مو هيك شيء تكعيب، لا هذا 1.5 تكعيب أس 3. بعد ايش عندي؟ عندنا زائد 4 أكس تربيع زائد 4 في الأكس، قلنا ايش قد قيمته؟ 1.5 تربيع، هاي التربيع. بعد عندنا ناقص 10، مول ايش قد؟ ناقص 10. بعد ناقص 10 تساوي 2.375. نرجع المن 2.375. كم مرتبة نخلي ورا الفارزة؟ اللي هو يقول لك مثل استخدم 4 مراتب بعد الفارزة، أو 3 مراتب، أو 5 مراتب، أو 6 مراتب. هي كل ما تزداد عدد المراتب تزداد الدقة، بس احنا نتفق مبدئيا انه نستخدم مثلا 4 مراتب بعد الفارز. هسه طلعت لنا الاف اوف اكس 2.375 قيمتها موجبة، نخلي اشارة موجبة هنا. ليش خلينا اشارة موجبة؟ لانه قيمة الدالة معناتها موجبة. هاي خلصنا منين؟ من الخطوة الاولى. من نبدي بالخطوة الثانية، هنا قبل شوية ايش قلنا؟ من رسم نرسم هذا، قلنا هذا الاكس اي وهذا الاكس بي، وذني نجمعهم نقسمهم على 2 نطلع اكس سي، نعوضها بالفوكشين تطلع لنا الاف اوف اكس سي. طلعت موجبه، لازم نحصر الجذر الجديد بين السالب والموجب، يعني هسه هذا السالب وموجب، مو بين موجب وموجب او سالب وسالب. هنا الخطوه الثانيه، احنا ليش خلينا الاشارات الفوق؟ هذا طلع موجب راح يبدل الموجب، طلع سالب يبدل السالب، فهذه بتبقى سالب، هذا الموجب صارت 1.5. يعني هذا لأنه موجب يجي بمكان الموجب، لو سالب يجي بمكان السالب. الأرقام ما لنا علاقة به لإيجاد الأكس، ذني شكليات. الخطوة الثانية بين الواحد والواحد ونص، نقول 1 + 1.5 على إيش قد؟ على 2، إيش قد تطلع لنا؟ 1.25. هسه وين نروح؟ نروح نعوض 1.25 هنا، 1.25 تكعيب زائد 4 في 1.25 تربيع ناقص 10 بالحاسبة، راح يطلع لنا قيمة الدالة ناقص 1.7969. طبعا من تاخذ 4 مراتب المفروض الرقم الأخير تقاربه حتى توحد الإجابة. طلعت سالبة، ايش راح نخلي هنا؟ نخلي إشارة سالبة. هسه صار هذا وين راح يجي؟ راح يجي مكان السالب، فيصير 1.25 هنا سالب، والواحد ونص يبقى نفسه، اللي هو قيمته موجبة. هسه 1.25 زائد 1.5 على 2، 1.375. نعوضه بالدالة، راح يطلع لنا 0.16211. هذا القيمة موجبة، إذا نحط له إشارة شقد؟ موجب. بالخطوة اللي وراها راح يبدل الموجب، 1.25 يبقى سالب، والموجب 1.375. جاي نحصل الجذر خطوة على خطوة. هذني نجمعهن قسمهن على 2، راح تطلع لنا ايش قد؟ تطلع لنا هذا الرقم اللي هي 1.3125. من نعوضه بالفوكشين يطلع لنا هالقد، ناقص 8.4، ناقص 0.848. نستمر بالخطوات لحد ما نوصل هنا الخطوة رقم 14، راح يطلع لنا 1.3654، وقيمة الدالة تقريبا 0.0035. هنا ما طلعت صفر، احنا قلت لكم لازم تستخدم 8 مراتب بعد الفارز حتى يتقرب. المهم احنا نستخدم 4 يكون شكل تقريبي. شو وقت نتوقف؟ نتوقف انه هذه تكون قريبة من الصفر، او انطيك مثلا الايرور يكون مثلا بوينت هالجيت 0.001، فهذه ناقص هذا على القيمة الأصلية المفروض لنا هالجيت قيمة الإيرور. هسه نشوف بالأمثلة شو راح تصير. واضحة هذه؟ هاي طريقة البيسكشن ميثود. منطيكم هوم وورك
تمساح ونمسح هاي زين. عندنا هم وار فايند سكوير اوف روت اكس تربيع يساوي لنا 11 هذه الدالة هذه وبعدين الدالة سوينا لها ناخذ الفترة شلون نحدد الفترة انا محدد لكم الفترة من 3 ل 4 وورا ما تحدد الفترة تروح تشتغل شلون اشتغلنا قبل شوية طلع الجدول. عندنا الطريقة الثانية طريقة اللي هي linear interpolation method وشنو اختلافها عن هذا الطريقة. هذا الطريقة مالتنا نفس قبل انا عندي دالة هنا هذي xa وهذي xb هذي xb قبل شوية لإيجاد xc شنو نسوي نجمع ذن ونقسمهن على اثنين. هنا لا هنا شنقول نقول هسه هي مو هذا الاكس سي نوصل بين هذه البداية مو والنهاية راح يصير عندنا مثلثات اثنين هذا واحد وهذا اثنين طبعا هذا من نعوضها بالدالة راح تطلع لنا الاف اوف بي وهذا من نعوضها بالدالة راح تطلع لنا اف اوف اي شلون هذا الرسم راح نسوي تشابه مثلثات بين هذا المثلث الاول وبين هذا المثلث الثاني. التشابه شو يكون اف اوف اي اللي هو وينه هذا اف اوف اي هذا صفر بس خلنا نسوي لكم واحدة يكون واضح صفر هاي قيمتها صفر ناقصا اف اوف اي اللي هي صارت هاي الفوق يعني هذا الجزء على اليمن على اف اوف بي هذه ناقصا اف اوف اي يعني هذا على هذا او ما يخالف هذا على هذا يعني صفر ناقص اف اوف اي على اكس سي ناقص اكس اي يعني هذا الجزء على هذا الجزء شو يساوي لنا؟ يساوي لنا هذا الجزء كله على اليمين على هذا الجزء هذا اللي هو اف اوف بي ناقص اف اوف اي وهذا الجو اللي هو اكس بي ناقص اكس اي صارت عندي هذه المعادله. هاي المعادله رتبها راح يطلع لنا الاكس سي هو هذا اكس اي في الداله مالته ناقص اكس بي في الداله لا اكس اي في الداله مال البي ناقص اكس بي في الداله مال اي على فرق الدوال اثنين. هذا القانون لازم ينحفظ. هذا احنا كنا قبل بالطريقه السابقه نجمعها نقسمها اثنين هسه لازم نخليها ضمن هذا القانون حتى نطلع الاكس سي. هذه هذه الورقة الأخرى نبدأ النوب ناخذ مثال find the root of equation عندي نفس الدالة قبل شوية سويناها ناخذ الجذر بس بطريقة linear interpolation method لازم تحفظ هذا اللي هو x a f of b ومين طلع نعرف منين طلع من نعوض الـ f of x a شلون ما عوضنا قبل شوية طلعت لي ناقص 5 وطلعت لنا 14 قبل شوية نجي نسوي الجدول. الجدول هذا الجدول واحد مو هذا الواحد والاثنين الفترة هنا قيمتها سالب لان طلعت لنا ناقص 5 وهنا طلعت لنا 14 موجبة الاكس سي مو نجمع واحد واثنين ونقسم على اثنين لا نروح على هذا القانون مالتنا الاكس سي يساوي لنا اكس اي في الدالة مالتها ناقص اكس بي في الدالة مالتها على فرق الدوال نعوض هنا هاي 14 ناقص 5 الفرق بيناتهم 19 يطلع لنا 1 و 2 6 3 1 اللي هو هذا. هذا وين نروح نعوضه؟ نعوضه بهاي الدالة الفوق نقول 1 و 2 6 3 تكعيب زائد 4 1 2 6 3 ناقص 10 يطلع لي ناقص 1 و 6 0 1 3. هسه هنا لازم شي يكون قيمته سالبة راح يبدل السالب وهذا السالب بعد صار 1 و 2 6 3 2 6 3 1 وبينه وبين الاثنين هسه صارت هذا الاكس اي وهذا الاكس بي من اجي اعوض هنا قيمة الاكس اي صارت 1.2631 قيمة الاكس بي هي باقية 2 الاف اوف بي 14
الاف او اف اي ايش قال؟ هذا اللي طلعناها قبل شوي اللي هي ناقص 1 ضرب 6 0 3 1. وهنا نفس الشيء فرق بيناتهم راح يطلع لنا الاكس سي جديد اللي هو ايش قال؟ 1 من 3 8 8. هذا وين نروح نعوضه بهاي الداله الفوق؟ يطلع لنا ناقص 1 4 3 0 8 طلع سالب، راح يبدل السالب راح صار هذا صار الاكس اي وهذا صار الاكس بي. هذه الداله مالته 14 وهذا الداله مالتها اللي طلعناها قبل شويه اللي هي ناقص 0.4 3 0 8. وقيمه هاي الاكس اي الجديده وقيمه الاكس بي نعوضهم هنا بهذه المعادله، راح نطلع قيمه الاكس بي الجديده تطلع لنا هالقد مو طلعت سالب، يروح يبدل السالب وهكذا نستمر لحد الخطوه رقم 7 راح يطلع لنا 1.3652. هنا بسبع خطوات نحل بالطريقه السابقه 14 يمكن اكثر يلا نحل. اذا بس هنا الصعوبة مالتها انه احنا جاي نستخدم هذا المعادلة هذه بالاكس اي والاكس بي والقانون، وكل مرة كل ما يتغير يتغير الدالة، يعني من يكون هذا اكس اي الدالة مالته هاي قبل، من يكون هذا الاكس اي هذا راح تكون الدالة مالته وهكذا. هذه المحاضرة الجزء الاول من المحاضرة كمل، وإن شاء الله سنسوي لكم جزء ثاني. شكرا لله.